جالنا سؤال في الكومنتس، فعشان بدل ما ارد كتابة كتير كده فقلت اعمل شورت فيديو كده بسرعة. السؤال بيقول: الهارب انا حذرته من كل مواقع التواصل الاجتماعي وقفلت عنه كل مكان بيراقبني منه عشان هو متعدد العلاقات ورجوعه لنزوة قديمة بيستفزني بيها. وانا قلت له قبل الحظر مش هقول لك اكتر من حسبي الله ونعم الوكيل، تعبت منه، دمر نفسيتي بجد، بس حذري لي من كل المواقع كده. انا عملت صح ولا غلط؟ ممكن تجاوبيني؟ طيب، احنا خلينا نتفق على حاجة مهمة قوي، ان علاقة توأم الشعلة مش زي العلاقات العادية. فالميزان او المسطرة اللي انا بقيس عليه مقاييسي للعلاقة والراجل ازاي بيعامل الست وازاي هو بيجري عليها وبيحن عليها وبيكلمها كل يوم، الكلام ده كله الحقيقة مش موجود في توأم الشعلة. يعني هو الراجل، يعني عارفة، كان في مرة واحد كاتب كده: على فكرة علاقة توأم الشعلة مش حرام. فقايلين له ليه؟ قال له: علشان ما فيش كلام أصلا، يعني هو ما فيش علاقة أصلا. فخلي بالك من حاجة، الهارب كمان عشان هو هتفق معاكي ان هو مستفز وبيحاول يضايقك وكل حاجة، هو غير متشافي. طيب مادام هو غير متشافي وانت بعيد، انت بتقولي انت عامله له بلوك وانت بعيد، فهو هيستفزك ازاي؟ هيستفزك بعلاقات تانية، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. فهيقعد يستفزك، وعلى فكرة انت مش فارق معايا وجودك من عدمه، انا كده كده مصاحب البنات كلها وطوب الارض اصلا عايزني وي وي وي. طب خلينا نقيسها بالعقل. لو انا مبسوطة في حياتي ومش واستقريت ودخلت علاقة ومبسوط جدا وكل حاجة، انا هرجع اللي انا كنت مرتبطة بيه قبل كده كل شوية اوريه الصور قد ايه انا سعيدة، ولا انا كدابة؟ مش لازم اخد الموضوع، مش كل حاجة كده زي ما بيقولوا اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. انا لازم ابقى فاهمة كويس قوي ان هو بيعمل كده استفزاز، فبدام هو بيستفزني اعرف ان هو مش قاعد على لحامي. ما خل يعني المطارد هو الليدر في العلاقة، احنا اتفقنا. فبدام هو الليدر هو اللي هيمشي بزمام الامور، حتى لو بنت حتى لو ست، انا اللي همشي بزمام الامور. انت غير متشافي فاركن بقى كده معلش باحترامي على جنب، لما تتشافى هديك زمام الامور طبعا عادي جدا، بس في الوقت الحالي انا اللي هسوق. طيب بدام انت اللي هتسوقي هتعملي ايه؟ حاولي ما توصليش العلاقة انها تبقى اجلي قوي، انها تبقى وحشة قوي، ملامحها وحشة قوي. البلوك ضعف. انا هعمل لك بلوك ليه؟ انت خليك تتفرج على صوري وهتتفرج على انجازاتي، انا كده كده انا مش بعمل كده علشانك، انا ده الطبيعي بتاعي. تمام. فاهدي خالص. وكلام برضو ايه، يعني المطارد ده شعلة نور، يعني انتوا اصلا طاقة نور، عمال نور. فكل اللي احنا بنبقى فيه دوت والرحلة الروحانية ديت علشان نزود الروحانيات وعلشان نزود الطاقة الإيجابية والسلام والهدوء والروحانيات الحلوة دي. فهل يتوافق معاك كمية العصبية والنرفزة دي؟ لو انا طفل صغير ماشي كده عمال يدوس على رجلي: يا حبيبي هضربك، يا حبيبي اقعد في حته، يا حبيبي مش عارفه ايه، خلاص انا بسيب هخش في خناقه مع طفل صغير. انا لازم ابقى شايفه ان الهارب دوت الغير متشافي ده طفل صغير لا يتعدى عمره 3 سنين. على فكره كان في ناس كتير قوي وابحاث بتقول الكلام ده، الهارب الغير متشافي عمر طفل لا يتعدى 3 سنين. فانت ست ليدي في نفسك كده وهانم وشاطره وناجحه وايجابيه وشغاله على نفسك، هتخشي في خناقه مع طفل عنده 3 سنين ولا هتسيبيه يفرك؟ هنسيبه يفرك، خلاص. فاللي هيحصل شدي خط وكأن مفيش حاجه حصلت خالص، انت هتشيلي البلوك خلاص، علشان هو لما يجي يتكلم انت بقى هو اللي هيتكلم وانت اللي مش هتردي عليه. او انت فاكره ايه؟ انت لازم تشيلي البلوك خلاص. وهو طبعا ايه ده، هي شالت الهدف من العلاقه اسمى من الجواز او اسمى من العلاقه العاطفيه واسمى من العلاقه الجسديه، تمام. ف اول حاجه انت اللي لازم تهدي، انت القائد في العلاقه، انت اللي هتمسكي زمام الامور،
انت اللي هتمي شفاكي كمان على خير، علشان لو انت كنت فعلا متشافية بشكل كبير، مش هقولك بشكل نسبة 100%، ما كانش هيفرق معاكي الحركات دي. هتبقي عارفة ومتأكدة ان ده لعب عيال، ده مش ردود افعال راجل عادي او راجل بيتعامل كويس. كويس، فتجاهل، مش هو كان بيعرف يصمت ويتجاهل، انت كمان هتصمتي وتجاهل. خلاص، كل التوفيق يا رب، وان شاء الله يقرب الجامعة على خير. بحبك.